قريت لي تغريدة مريت عليها، يقول واحد من حقك أن تكره أي أحد، لكن ليس من حقك أن تشوه صورة من تكره. كيفك تحب تكره شيء راجع لك، ما حد يملك شعورك وقلبك، لكن ما يحق لك تشوه وتطعن بالناس لأنك تكرههم. الله سبحانه في سياق اليهود والنصراني ها يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا، قال اعدلوا هو أقرب للتقوى.